وقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. يعني الإنسان يوتر من بعد صلاة العشاء ولم يقل من بعد دخول وقت العشاء أو من بعد مغيب الشفق الأحمر، وإنما قال من بعد صلاة العشاء، لأن بعض الناس قد يصلون العشاء جمع تقديم مع المغرب كالمسافر مثلا أو المريض أو بسبب المطر أي سبب. المهم بعد أداء صلاة العشاء، ولو صلاها في وقت المغرب من يجوز له الجمع فله أن يصلي الوتر، له أن يصلي الوتر. يعني مثلا لو فرضنا الآن نحن لو جمعنا المغرب والعشاء قبل أذان العشاء لأحدنا أن يصلي الوتر الآن، لأنه في حقه دخل وقت العشاء صلى العشاء فله أن يوتر الآن. المسافر مثلا جمع المغرب والعشاء جمع تقديم فله أن يصلي الوتر، لكن لو يريد أن يصلي العشاء والمغرب مثلا جمع تأخير ليس له أن يصلي الوتر الآن لأنه ما صلى العشاء، وإنما يصلي الوتر بعد أداء صلاة العشاء سواء في وقتها اللي هو مغيب الشفق الأحمر أو في وقتها الذي أذن له فيه أن يصلي فيه العشاء ممن جاز له الجمع إلى طلوع الفجر. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل أنه ينتهي وقت الوتر مع أذان الفجر. جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوترون بعد أذان الفجر، يعني بين الأذان والإقامة كانوا يوترون، نقل عن عائشة نقل عن علي رضي الله عنهما أنه أحيانا كانوا يوترون بعد أذان الفجر الثاني يعني بعد دخول وقت الفجر، ولكن هذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تكون هذه اجتهادات من الصحابة رضي الله عنهم، والأصل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر قبل الفجر. فالأصل أنه إذا دخل الفجر ولم يوتر الإنسان فقد فاته الوتر، هذا هو الأصل. نعم.